الرحمن الرحيم. أشرف مسعودي، مدير التظاهرة السابعة للأسبوع الأخضر. مشتورة في إطار تنزيل فعاليات الأسبوع الأخضر، نهار غنغي يجن لا تغني احتفالا بعيد العرش المجيد. إجا تنظمت الجمعية على هامش المعرض إجان أقف موازي يعني أقف قبلة فندق ميركير، نهار غنغي لا تغني احتفالا بعيد العرش المجيد بشراكة نادي الاتحاد الناضولي لدراجة نارية. انجيج لاتوني ان شاء الله او انس ادنعقب ذانيتا غالمعريض ثانيتا يتز اكيج مجموعه من الدورات التكوينيه الورشات الاحتفالات اجا تقيت الجمعيات سمايل تميم المستدامه سنويا في اطار تخليد عيد العرش المجيد. الحزب الاحمر رحيم مصطفى بوتابا رئيس النادي الاتحادي الناضولي للدراجه الناريه. اولا نهار تقدم الولاء صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله لتربعه على العرش ذكرى 24، ونتمنى ياس ان شاء الله الزيادة من الصحة هذه ان شاء الله بصحة جيدة، ونتقفوا سنغكوا فوس النص لأن يقدم كثير من الورشات يعرزم عليه مدينة النغ وراضي مواطن النغ وراضي المغرب النغ، فنتمنى ان شاء الله هذه الصيغة ان شاء الله مليئة بزاف. اليوم نهار النادي الاتحادي الناضوري أبا إلا هذه فاح ذكرى ثانيتا ذكرى 24 للعيد العرش، فهذه لجنة الطواف ديال مدينة النغ يتعبخ الفرحان ان سعيد العرش. كذلك توا اجن تنسيق جمعيه سمايل الاسبوع الاخضر للذكرى السابعه يعني غاصني هنا، فهذا اجن التنسيق كيسن ان شاء الله باش نجن الطواف نعرف ان شاء الله نحتفل كذلك سنة من جنة سعيد العرش المجيد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.